واضح، آلية واضح، عقد بين المتسابق والليدر موضح فيه كل شيء. طيب احتاج اوضح ايش اذا استهتر؟ طيب الليدر احنا عندك ان الليدرات المفترض المفترض المتسابق هذا يعترض يا اخي، يقول انا ما دعم. طيب انا ما دعم اعترضه. طيب انت ليش تنتظر؟ يا اخي ليش شوف يعني بعض التغريدات هنا يقولون مثلا الاخت ام تعجب تقول معليش والله الليدر المفروض يكون جدي شوي. انزل احمد ماخذ الموضوع استهتار، ودي يتكلم جديه. الليدر يبي له ليدر، ما يعرف يرد لا متسابق ولا ليدر. استهتار احمد مستفز، يعني شيء غريب. احمد انحشر، ما مو منطقي يا اخي. ليش؟ لان احنا الان في فقره، في فقره رسميه تصب في مصلحه المتسابق. احمد هذا احمد رحيم قلب حب والله. شوف لا انا ما قدرت اخذ الموضوع بجديه معك وانت لابس النظاره ذي يا ابو دعيد. خالد حامد صدق. عندك خالد حامد بخصوص خالد حامد يا ابو عبد الله انت اخوانا خالد بنفتح الموضوع معه. لا لا بيجي خالد، بيجي خالد اذا كان بيجي بنفس الاستهتار هذا. لا لا ما اتوقع. لا 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 اللي يجي بيقول انا سيء وكنت وانا اوعدهم. يعني مثلا انا ابغى الليدر حتى اللي اخطا يعتذر. يا اخي في اشخاص قبل خالد حامد. لا خالد اللي الحين مطلوب. لا لا فكني قبل خالد حامد. لا لا في صوتك متسابق ومقدم ما عليه فيك. لا لا تدخل علي في اللوكيشن. كيف دخل احمد الحي من اللوكيشن؟ كيف دخل احمد؟ تجلس هنا، كيف دخل؟ تمشي على راينا، ما احنا نمشي على راينا. الاعداد وين؟ الاعداد وينه؟ وين الاعداد؟ انا ادري اني اخطيت عليك شوي، تنفستنا بالموضوع. دقيقه زين، لكن اسمع اسمع، اذا انتم ما تقدرون تردون ولا شيء. اسمع اسمع، اذا انتم ما تقدرون تردون ناصر يبين ناصر اللي قال خلوا احمد تردون ولا شيء تفيد. خلاص عندك وضم. اذا انت ما تقدرون تتكلمون ولا تطلع. لا لانك اذا ما تقدر تهرج. لا 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 ما عندنا حي. اذا ما صرت الليدر جيد تعرف. لا 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 اعطوني خالد حامد. اذا تدخل معي ما تعرف تسولف. اذا تدخل معي ما تعرف تسولف. لا 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 جاهز جاهز نقاط الاجتماع عشان نسمعها. جاهز نقاط الاجتماع. اعطوني خالد حامد. الحمد لله الحمد لله.